احمد، دايما مصر بتبقى واخده بالها من مبدعيها، ودايما مبدعيها محل تقدير وحفاوه. كل سنه بيتم تكريم رموز الثقافه والفن والاداب والعلوم الاجتماعيه، وبيتم منحهم جوائز الدوله، واللي تم الاعلان عنها من يومين. هيكلمنا اكتر عن الجوائز دي وعن المبدعين اللي فازوا بيها الدكتور هشام عزمي، الامين العام للمجلس الاعلى للثقافه. صباح الخير على حضرتك دكتور، اهلا وسهلا بيك. اهلا، صباح الخير يا استاذه منى، وصباح الخير للاستاذ عبد الصمد، وبرحب بكل الساده المشاهدين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. لو اتكلمنا عن جوائز السنه دي، قد ايه يعني حظيت بتفاعل من الشارع المصري؟ اسمحي لي بقى اخد من المقدمه بتاعت حضرتك اهتمام الدوله المصريه برعايه المبدعين والمفكرين والمثقفين، لانه الحقيقه في اقصى الظروف اللي مرت بيها الدوله والعالم كله الحقيقه خلال السنتين الماضيتين، لم تتوقف الدوله عن منح هذه الجوائز. كنا الحقيقه يعني بناخد اجراءات احترازيه اكبر، انتقلنا يمكن العامين الماضيين للاوبرا لأول مرة علشان احتفالية الجوائز تنعقد هناك، عدنا هذا العام الحمد لله بعد أن يعني تحسنت الأمور، لكن الفكرة إنه هناك حرص شديد من الدولة على استمرار هذه الاحتفالية اللي يمر عليها أكثر من نصف قرن الآن، وهي الأقدم والأعرق. ولذلك الحقيقة ما تم يوم الثلاثاء الماضي هو عرس ثقافي للمفكرين والمبدعين، وهو أكبر حدث ثقافي بيمر في مصر، وربما أيضا بيلقى اهتمام غير مسبوق في كافة الأوساط الثقافية والفكرية على مستوى الدول العربية. يوم الثلاثاء أعلنت معالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم عن أسماء المبدعين الذين فازوا بالجوائز اللي هي بتتمثل في جائزة النيل، وهي الجائزة الأرفع والأكبر من جوائز الدولة، ثم جائزة الدولة التقديرية، ثم جائزة التفوق، وجوائز الدولة التشجيعية. طبعا زي ما حضراتكم عارفين أنه عملية المنح الجوائز بتتم من خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة، من خلال عملية تصويت سري إلكتروني بيتم في ضوء الأسماء اللي تم ترشيحها من قبل لجان فحص في قوائم مختصرة نتيجة عمليات الفحص والتحكيم اللي مرت خلال الشهور الماضية. والحقيقة دي عملية طويلة جدا، واليوم الثلاث كان نتاج يعني هذه العملية، لأنه إغلاق باب التقدم للترشيح لجوائز الدولة كان في 30 ديسمبر الماضي. فحضرتك تتصور من 30 ديسمبر الماضي وحتى يعني وقت قريب جدا كان عملية التحكيم من خلال لجان فحص متخصصة على كل مستويات الجوائز اللي احنا ذكرناها لكي نصل الى ما وصلنا اليه لله الحمد. دكتور، يوم الثلاثاء. دكتور هشام، يعني كل سنه كان بيكون في اشكاليه متعلقه بمشكله سنه التعطل تحديدا، يعني ازاي حليتوا هذه المشكله؟ لا، الحمد لله هذه المشكله حلت من العام الماضي، لانه الحقيقه كانت مستمره منذ وقت طويل، منذ اكثر من 5 عقود الحقيقه، وكان لا يليق بجائزه بتحمل اسم مصر ان يكون هناك هذا الاختلاف والتباين بين جائزة الدولة التقديرية وجائزة الدولة التشجيعية من ناحية، وهو ما الأقدم، وبين جائزة النيل وجائزة الدولة للتفوق. اللي حصل باختصار أنه كان في سنة فراغ زي ما حضرتك تفضلت، ظلت قائمة معنا لوقت طويل جدا الحقيقة، فكان بيتم الإعلان عن جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام سابق، بينما جوائز النيل والتفوق كانت بتعلن للعام اللي بيتم فيه الاحتفالية. كان أمر الحقيقة كما ذكرت لا يليق، وكان بيتسبب أكثر الحقيقة في لبس وغموض شديد جدا في الوسط الثقافي. خدنا الحقيقة موافقة المجلس الأعلى للثقافة على حل هذه المشكلة، وتم لمرة واحدة فقط العام الماضي دمج السنتين لجائزة الدولة التقديرية والتفوق لمرة واحدة، واعتبارا من العام الماضي تم الإعلان عن كل الجوائز لنفس العام، وهو ما استمر وسيستمر بإذن الله طول ما الجوائز موجودة. فكان لابد الحقيقة من حل هذه المشكلة، وتم يعني التعامل معها الحمد لله. الحمد لله. طيب، في مشكلة تانية كانت بتحصل، وهي الحجب اللي بيحصل لبعض الجوائز، وكانت الناس بتبقى قاعدة متضايقة، طب ليه الجوائز حجبت؟ يمكن السنة دي من أقل السنوات اللي تم فيها حجب جوائز، عالجتوا المشكلة دي إزاي؟ لا، هو الحقيقة لو تسمحي لي حضرتك، احنا مش عايزين نسميها مشكلة، لأنه حجب الجوائز
للمجلس مشكلة نفسية، خلينا نقولها. الناس يعني بتبقى متزعلانة يعني، أو طبعا طبعا هو طبعا من حق كل متقدم ان هو بيكون متوقع ان هو يفوز، لكن ليه بنقول انه الحجب حق للجان وللمجلس الأعلى كما ان المنح حق؟ وأنا دايما بقول إذا كان للمجلس حق المنح فيجب أن يكون أيضا له حق الحجب. والحقيقة أن الحجب بيتم في ضوء اعتبارات، منها أنه الأعمال المقدمة لا ترقى أن تفوز. إحنا بنتكلم تحديدا بالمناسبة في معظم الأحوال على جوائز الدولة التشجيعية، لأن الحجب في الجوائز الأخرى بيكون قليل جدا ونادر الحدوث. اللي بيحصل لانه فروع جائزه الدوله التشجيعيه الحقيقه كثيره جدا ومتعدده المجالات، حوالي 32 جائزه، فالطبيعي ان بعض الاعمال اللي بيتم التقدم بيها عندما تطبق عليها المعايير الخاصه بالجوائز، ولا ننسى انه دي جوائز دوله وجوائز بتحمل اسم مصر، فلا بد ان الاعمال المقدمه يكون يتوافر ليها الحد الادنى من المقومات والمعايير اللي ترقى بيها انها تحصل على جائزه الدوله. فاذا لم تجد اللجنه من الاعمال، اولا في فروع برضو لا يتقدم فيها احد، وده بيحصل نادر لكنها حاله وارده، وبالتالي بيتم الحجب. في حاله التقدم بعمل ولا يرقى، اللجنه من حقها ما يسمى بحق الادخال. يعني اللجنه لا تكتفي بالاعمال التي قدمت، القانون بيكفل للجان فحص الجوائز التشجيعيه على وجه التحديد ان هي بحكم تخصصها وحكم خبرتها في المجال اللي هي بتحكم فيه انها تدخل بعض الاعمال حتى لو لم يتقدم اصحابها بها للجائزه. وفقا لتقديرهم ووفقا لقراءاتهم. وفقا لمعرفتهم طبعا بالمجال والتخصص ومعرفتهم، لان حضرتك الجوائز التشجيعيه بتكون الحكم فيها على عمل او منتج فكري محدد، يعني على عمل كتاب او الى اخره. فاذا لم تجد اللجنه بقى بعد انه الاعمال المقدمه وبعد الادخال انه لا يوجد اعمال ترقى لان هي تحصل على جائزه، بيتم الحجب، وده بعد ما بنتاكد ان كل الاجراءات اللي ذكرتها لحضراتكم دي مرت سليم. مره اخرى لكي نحافظ على مكانه جائزه الدوله. ولله الحمد احنا الحقيقه اعتبارا من العام قبل الماضي والعام الماضي والعام الحالي على وجه التحديد، نسبه الحجب تعتبر قليله جدا قياسا بما كان يتم في سنوات سابقه. السبب الاساسي في كده الحقيقه انه مش انه احنا لمجرد ان نقلل الحجب، لكن ده كان ليه ايضا معايير موضوعيه انه الفروع اللي بيتم فيها او الاعلان عنها للتقدم لجوائز الدوله التشجيعيه تم اعاده النظر فيها من خلال لجان متخصصه لكي تكون مجالات وموضوعات تعطي الفرصه لاكبر عدد من المتقدمين ان هم يتقدموا. طيب خلينا استغل وجود حضرتك معانا دكتور هشام، علشان انا عارف ان انتوا شغالين دلوقتي في نوع اخر من الجوائز، وهي جائزه المبدع الصغير اللي بتقام تحت رعايه قرينه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيده انتصار السيسي. ايه الجديد في هذه النسخه اللي بتقام للعام الثاني على التوالي؟ ده صحيح، جائزه الدوله المبدع الصغير جائزه اخرى متفردة تنفرد بها مصر الحقيقة في الوطن العربي وربما على مستوى القارة. اهتمام من الدولة بالأطفال والنشأ من سن 5 سنوات إلى سن 18 سنة. العام الماضي تم الإعلان عن الدورة الأولى تحت رعاية السيدة حرم السيد رئيس الجمهورية. هذا العام أيضا تم فتح باب التقدم في المجالات الأساسية الثلاثة اللي هم الآداب والفنون ومجال الابتكارات والاختراعات العلمية. الحمد لله أعمال اللجان والفحص والتحكيم انتهت تقريبا، وبإذن الله خلال يعني أسابيع قليلة جدا وربما أيام هيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة للمبدع الصغير للمرة الثانية. والحقيقة أن لازم برضو نذكر طالما ذكرنا هذه الجائزة أنه الأمر لا يقتصر فقط على مجرد التكريم وإعطاء الجائزة، الرعاية والاهتمام فيما بعد. بالضبط كده، هو الحقيقة أنه هناك رعاية لهؤلاء المبدعين صحيح. من خلال كل القطاعات والهيئات المتخصصة في وزارة الثقافة، سواء بالنسبة للأوبرا في مجال العزف والغناء، بالنسبة قطاع الفنون التشكيلية في مجال الرسم،
وايضا المجلس الاعلى للثقافه. ويمكن هو ده المختلف في الجائزه دكتور بشكل عام، فكره اللي احنا ما كناش بنشوف دعم للبراعم على يعني مدى السنوات السابقه بهذا الشكل، فكره اللي انا بكتشف على بكشف عن الموهبه وبرعاها وبنميها علشان يكون مبتكر حقيقي. دكتور هشام عزمي الامين العام للمجلس الاعلى للثقافه، بشكر حضرتك يا فندم وكل التوفيق فيما هو قادم.